صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من القنوات الفضائية تعرض الإلحاد والشرك والبدع والفحشاء وغير ذلك، فإذا نصحت أقربائي بتقوى الله وإخراجها من بيوتهم يتعذرون بمشاهدة الأخبار وأخبار المسلمين، فما نصيحتكم لي بعد ذلك؟ هذا كذب، ما هم قصدهم الأخبار. الأخبار موجودة، موجودة في الراديو، موجودة في التلفزيون السعودي، موجودة الأخبار، تجي الأخبار في حذافيرها، لكن قصدهم ما يحصل فيها من اللخبطات ومن التشكيك ومن التضليل ومن مسبة الإسلام وأهل الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلم أن يخلي بيته من هذه القنوات المضللة، إلى حد أنهم جعلوا قناة لمن يدعي النبوة، جعلوا قناة لرجل يدعي النبوة، جعلوا قناة للسحر الذي هو من أعظم الكفر بالله عز وجل، جعلوا له قناة. فهم يريدون بهذا هدم الإسلام. فالمسلم يحذر من هذا. اللي في قلبه إيمان ومحبة للإيمان ما يطمع أن هذه الآلة تكون في بيته، وهذه الشاشة الخبيثة تكون في بيته وبين أولاده وأمامه، ما يرضى بهذا. المسلم يغار لدينه وعقيدته، يغار لدينه وعقيدته، ويغار على أولاده وعلى نسائه من هذه الأمور. نعم.